ولمناقشة إعلان الكاظمي القبض على قتلة هشام الهاشمي في ظل تشكيك الناشطين بنزاهة التحقيق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من برلين الخبير الأمني والعسكري السيد محمد فوزي اللامي. سيد محمد، مرحبا بك معنا. تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. أهلا بكم. كما هو واضح، الكاظم يعلن القبض على قتلة هشام الهاشمي، وهذا يحيلنا إلى سؤال مهم: إلى أي مدى يمكن التثبت من التحقيقات التي جرت في ظل تشكيك كامل بنزاهة التحقيق على إثر سوابق لجهات التحقيق لفقت فيها تهم لأبرياء ثم تبين فيما بعد أنها لم تكن حقيقية؟ يعني سيدي، حقيقة حكومة الكاظمي فقدت ثقة الشارع منذ فترة طويلة، ومحاولة استعادة هذه الثقة في هذه الطريقة هي لن تكون ناجحة. بالعكس، هذا سوف يثير تساؤلات كثيرة من لدى الشارع العراقي، كيف حدثت؟ وحقيقة يعني واضح جدا بأنه المعلومات التي تم إصدارها من قبل الجهات الحكومية هي معلومات غير كافية، معلومات يعني لا توفي الغرض الكامل. المتهم يعني برتبة ملازم، لا أتوقع بأن هذه العملية الكبيرة التي حدثت يعني أحدثت صدى كبير في الشارع العراقي كانت يعني عملية ينفذها شخص بهذه الرتبة البسيطة. كما أن هشام الهاشمي الرجل كان يعني أعداؤه واضحون، يعني تطرق إلى الولائيين بصورة واضحة، الميليشيات بصورة واضحة، هذه الميليشيات التي تسيطر على مقدرات البلد. فلا يمكن الآن أن نقول بأن هنالك يعني شخص ينتمي إلى جماعة غير معرفة وغير مسمى قد استهدفته، لكن هذه هي طبعا تبقى ضمن هذه السلسلة من محاولة أنه يعني إخراج المشهد بصورة مختلفة. العراقيون الآن يتساءلون كثيرا أنه ما الذي حدث حقيقة، وأعتقد بأنه هذا يعني ما حدث الآن من إعلان إعلان أنه وجود هذه المجموعة سوف لن ينطلي على العراقيين، والأسئلة سوف تتكاثر. نعم، قيل بأنه ينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون لكنه لم يسميها، هذه واحدة. هل يستطيع هذا القاتل أو الجاني أن يقوم بالعمل لوحده؟ هذه قضية أخرى أيضا مطروحة للنقاش والسؤال. وما قيمة أن يعلن عن القاتل دون الجهة التي تحتضن وخططت واختارت الضحية سيد محمد؟ يعني سيد الكريم، هذه تدخل ضمن الدعاية الإعلامية لهذه الحكومة، لأن هذه الحكومة امتازت بعمل ونشاط إعلامي. أما على أرض الواقع حقيقة يعني تمت هنالك عمليتين اعتقال ل يعني ميليشياويين بالجرم المشهود اللي هي عملية إطلاق الصواريخ، وعملية يعني اعتقال القيادة المتهم بقتل الشهيد إيهاب الوزني، وكلاهما تم الإفراج عنهما بالضغط من قبل هذه الميليشيات على هذه الحكومة، والتي أثبتت بأن هذه الحكومة غير محاسبة القتلين. أما أن يأتي اليوم شخص غير معرف ينتمي إلى جهة غير معرفة، وهذه الحكومة تحاول تسويق هذه الكذبة إلى الشارع العراقي على أنها قادرة على محاسبة قتلة النشطاء وقتلة العراقيين، فهذه حقيقة سوف لن تنطلي على الناس، وبالعكس سوف قد تكون يعني بصورة يعني تنعكس صورة سلبية على إجراءات الحكومة. يعني أنت أجبت على جزء من السؤال التالي: لماذا الآن؟ لماذا في هذا التوقيت بالذات الإعلان عن القبض على قاتل هشام الهاشمي؟ جزء منه الانتخابات، والبعض المراقبين يتكلمون عن أن المدن العراقية الآن غاضبة ومجهولة بالفواجع التي تحصل في المستشفيات، سواء في مستشفى الحسين أم في غيرها من المستشفيات من قبل. سيد الكريم، يعني أولا قضية السيد هشام الهاشمي، الشهيد هشام الهاشمي أخذت فترة طويلة جدا، وليس هو الوحيد الذي تم اغتياله من قبل هذه المجاميع المسلحة الميليشيات المنتشرة في العراق. حقيقة لو كانت هذه الحكومة جادة وصادقة في محاكمة المتهمين والمجرمين، عائلة مصطفى شاسب الشهيد يعني المغيب مصطفى شاسب والذي والده تم اغتياله، كانت قد قدمت إلى هذه الحكومة بالأدلة والأسماء واضحة جدا من قام باختطاف ابنهم ومن قام باغتيال والدهم، وبالأسماء الواضحة جدا. وحتى الآن وكانوا طبعا هم ميليشياويين
ينتمون إلى إحدى الميليشيات المنتمية إلى الحشد الشعبي، وحتى الآن يعني منذ هذه الأشهر الطويلة جدا حتى الآن لم يتخذ أي قرار بحقهم. نعم. وما زالت المحكمة تحولها من ميسان إلى بغداد ومن بغداد إلى ميسان، ولم يتخذ يمكن هنالك اتخاذ قرار. تتذكر جنابك أنه هذه الحكومة أصدرت حملة كبيرة من جهاز مكافحة الإرهاب لإطلاق سراح الناشط سجاد العراقي زين، ولم تأتي بثمارها. فما حدث الآن من إعلان حقيقة هو إعلان يعني ليس يمتلك أي معلومات، لا نعرف المتهم، لا نعرف الجهة، لا نعرف من سيحاكمه وكيف ستتم محاكمته. يعني من المعلومات المتوفرة أستاذ محمد أن المتهم بارتكاب الجريمة ضابط في القوات الأمنية، ولكن في نفس الوقت هذا الضابط في القوات الأمنية ينفذ جريمة، والسؤال الآن هل الأوامر جاءته من قيادته العسكرية في الجهاز الأمني أم أن جهات أخرى هي التي أوعزت إليه بالأوامر، وبالتالي نحن نتكلم عن استخدام لعناصر الأجهزة الأمنية لأغراض أخرى تخدم أجندات الميليشيات؟ يعني هو بالنتيجة سيدي الكريم هذه المؤسسة الأمنية طبعا مخترقة من قبل هذه الميليشيات بالتأكيد، وإذا وصلت المرحلة أنه يرتفع المطالبات الشعبية فتكون هنالك تضحية، وهذه التضحية حتى الشخص الذي يتم التضحية به لا نجد حقيقة أنه سوف يدخل السجن وسوف يحاكم وسوف تعرف الناس حقيقة هذه المحاكمات وسوف تصدق بها. فنستطيع أن نقول بأنه التضحية بعنصر أمني مقابل هذا العمل الميليشياوي الكبير الذي اغتال المئات من الناشطين، قتل الآلاف من المتظاهرين، يعني لا شيء حقيقة. لكن تبقى الصورة واضحة بأنه محاولة، هذه محاولة من قبل هذه الحكومة لكسب ثقة الشارع مرة ثانية، وسوف لن تنجح هذه المحاولة لأنه الشارع أيضا فاقد الثقة بهذه الحكومة. ولا ننسى بأن هنالك فواجع وكوارث تحدث، وتوقيت إعلان هذه عن إلقاء القبض عن قتلة الشهيد هشام الهاشمي في توقيت ما حدث من مصيبة كبيرة جدا في الناصرية من حرق المرضى، يعني بالتأكيد واضح جدا بأنه الربط محاولة تغطية على الفشل. نعم. الأمني فيما حدث في الناصرية. أشكرك جزيلا الخبير الأمني والعسكري من برلين السيد محمد فوزي اللامي.